من نهاية الموسم اللي فات على مستوى كرة السلة المصرية كان الجدل واضح انه هيحتدم ما بين الزمالك والاتحاد السكندري على مستوى احد اهم نجوم كرة السلة المصرية في الفترة الحالية، انس اسامة لاعب الزمالك اللي منضم للمنتخب واللي تعاقد معه الفريقان. الزمالك طلع بيقول فيه ادي العقد بتاعي، جددنا لانس، افرحوا يا زملكاوية. جه الاتحاد السكندري راح مطلع عقود اللاعب وقال افرحوا يا اتحادويه يا اسكندرانيه، انس اسامه اصبح لاعبا في الاتحاد. اللاعب كان موقفه واضح رغم ان الاثنين قالوا ان هو معانا، بانه ارتدى تيشيرت الاتحاد السكندري وانضم الى معسكر الاتحاد السكندري، خلص معسكر المنتخب وراح ليهم، بل وهو متواجد حاليا في صربيا مع فريق الاتحاد السكندري، وقال انا خطوتي المقبله هي الاتحاد السكندري، بل وحصل على المقدم بتاع التعاقد. طيب انتظرنا وقلنا مع حضراتكم هنا انه الاتحاد المصري لكرة السلة قال ان في مهلة حتى يوم 15 بعد غلق باب القيد علشان يدرس بقى ان اللي عايز يقدم اي مستندات يقدمها عشان نبدأ ندرس، انت يا اتحاد اللي كلامك صح ولا انت يا زمالك اللي كلامك صح؟ فلو واحد صح والتاني غلط هيروح عادي انس مع الفريق الصح، ولو العقدين صح فانت يا انس اللي هنشوف موقفنا منك كاتحاد مصري ايه. امبارح اجتمعت لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة السلة وأكدت على أحقية الاتحاد السكندري وحيدا في الحصول على خدمات أنس أسامة. ايه بقى التفاصيل؟ قبل ما اقول لكم التفاصيل اقول لكم ان كلمة قشط اللي موجودة في اللي بتتقال على العقود دي مش شرط ان هي معناها تزوير. انا امبارح جات لي المعلومة وكتبتها على تويتر قلت بسبب قشط، فلقيت الزملكاويه متضايقين قوي ان انت قصدك يعني ان احنا مزورين، والاهلاويه متضايقين قوي اسمها تزوير يا بيه ما اسمهاش قشط، فالاتنين زعلانين. فانا بقول لكم دلوقتي انه مش شرط ان اي قشط معناه تزوير، لكن ممكن القشط يكون معناه تزوير. طب في حاله انس اسامه القشط ده مش تزوير بكل وضوح، وهشرح لكم دلوقتي ايه القشط اللي موجود في عقد الزمالك مع انس اسامه اللي خلى العقد ليس صحيحا، اللي خلى العقد غير معترف بيه. تعالوا نرحب هاتفيا بالكابتن حسين البشبيشي رئيس لجنه شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكره السله. كابتن حسين اهلا بيك وحضرتك منورنا. اهلا بيك يا كابتن هاني، اهلا بيك وجمهور حضرتك الكبير، اهلا وسهلا. منور الدنيا كلها ومبسوطين جدا بسماع صوت حضرتك. ربنا يخليك ربنا يخليك. خلاص رسميا انس اسامه لاعبا في الاتحاد السكندري مظبوط؟ رسميا هو لاعب في الاتحاد السكندري. طيب ايه التفاصيل يا فندم؟ طيب يعني احنا عشان نتكلم في التفاصيل بس معلش اديني فتره كده زمنيه وقتك كامل مع حضرتك عشان اوضح. الاتحاد المصري لكره السله برئاسه الدكتور مجدي ابو فريخه والزملاء الافاضل الموجودين، موضوع اللاعبين بيتم كله تحديد كل الشروط والتعاملات في لائحه قيد اللاعبين. اللائحه الرسميه للاتحاد فيها باب خاص بشؤون اللاعبين بيحدد كل حاجه وبيحدد ما يخص. كل سنه قبل بدايه الموسم بننزل نشره قيد لاعبين. تمام. نشره قيد اللاعبين دي هي يعني لو قلنا ان اللائحه بتاعه شؤون اللاعبين اللائحه العامه هي الدستور، فنشره قيد اللاعبين كل موسم هي القانون. تمام. هي بتفسر وبتقول يا جماعه احنا هنعمل فتره قيد صيفيه متقسمه لمرحلتين ورا بعض، بنسيب اربع خمس ايام. بتقول ان في فتره قيد شتويه، بتقول الرسوم السنه دي هتبقى كذا كذا كذا، الفتره الشتويه هتبقى من يوم كذا ليوم كذا، الفتره الصيفيه هتبقى من يوم كذا ليوم كذا. بتحدد برضو ايه اللي مطلوب، ما هي الاوراق اللي مطلوبه لتسجيل اللاعب. فاحنا عندنا النشره دي بتنزل، بتاخدها كل الانديه وبتنزل على الموقع الرسمي بتاعنا وبتبقى متاحه للجميع، وبتنزل على كل الجروبات وعلى السوشيال ميديا هنا وهنا وهنا، وبتبقى وصلت لايه؟ وصلت لكل الانديه المتعامله معانا. تمام. احنا بنفترض ان التفاصيل دي لابد من قراءتها جيدا من كل من سوف يقوم بالتعامل مع لاعبين بتسجيل بقيد بتعاقد وكل حاجه، لان دي بتكون مكتوب فيها كل حاجه. دي الحقيقه من السنه اللي فاتت كنا حاطين شرط ان لابد من اللي يجيب عقد، النادي اللي يجيب عقد يكون
جايب معاه اللائحة الداخلية الخاصة بالتعامل مع فريق كرة السلة اللي هي بتحدد المكافآت والعقوبات ويكون ماضي عليها اللاعب. تمام. الكلام ده احنا ضفناه مش الموسم اللي احنا الموسم فيه، اللي فات، اللي احنا فيه مش ده بس. من الموسم اللي فات. ليه؟ مظبوط. لان في نزاعات كتير قوي بتجرى و الى اخره، والنادي بيقول لك احنا عندنا اللائحه، واللاعب بيقول لك ما حدش قال لي، والكلام ده ما كانش موجود، والكلام ده انضاف. طب اشرت من شروط اتمام التعاقد ان اللاعب يكون موقع على اللائحة. لازم يكون تمام. اللاعب موقع على اللائحه. العقد بتاعنا عباره عن 3 نسخ. العقد بتاعنا فيه هامش في النص، على اليمين مكتوب بالعربي، على الشمال مكتوب بالانجليزي. في صفحه موجوده لو حابب اي نادي يضيف شروط خاصه بيضيفها على اليمين بالعربي وعلى الشمال تمام بالانجليزي. تمام نشره قيد اللاعبين بتاعتنا بتاعت السنه دي مكتوب فيها نص صريح، لابد من ان تكون لائحه النادي الداخليه بتاعت كره السله للموسم القادم ماضي عليها اللاعب، ده تمام شرط. يعني اللي يجيب ال3 نسخ يجيب معاهم صوره من اللائحة اللائحه متوقع عليها من ماضي اللاعب. عليها. بالظبط كده. تمام. طيب اللي يكتب اي كلمه في الشروط الخاصه بالعربي في العقد لازم يترجمها بالايه؟ لازم يترجمها بالانجليزي. زي ما قدامنا اللائحة منشورة اهي، في مستطيل في ال3 نقاط اللي بيتكلم فيها الكابتن حسين، انه سواء ان لازم تكون بكل اللغات، ثانيا ان هي لازم تكون اللائحة موقع عليها من اللاعب، انه لن يتم استلام العقود اللي بيها شطب او كشط او غير مستوفى. اتفضل يا كابتن. بالظبط كده. ده بند، والبند ده بند رقم 8، بند رقم 7 لن يتم استلام العقود الا بصوره من لائحه مظبوط. النادي المعتمده من مجلس اداره النادي وموقع عليها اللاعب. تمام. فاحنا الحقيقه كنا امام موقف ان جاء الاول نادي الاتحاد جاب الورق بتاع العقود بتاعت اللاعب انس، ومعاها اللائحه موقع عليها ومعاها كل الورق مستوفى. بعديها يمكن بيوم او بيومين جه نادي الزمالك جاب 3 نسخ عقود وما جابش معاه اللائحه.